عزيزي المشاهد، لكل داء دواء ولا لكل داء غذاء؟ معروف ان اي شخص لما بيعيا بيدور على طول على الدكتور علشان يكتب له دواء، لكن احنا في برنامجنا الجديد ده هنثبت لك انك انت لما تعيا ممكن تلاقي ان دواك في غذائك وان غذائك هو دواءك. علشان كده تعال معانا نقلب صفحات البرنامج. عزيزي المشاهد، اهلا بك معانا ولكل داء غذاء. النهارده احنا هنكلمك عن نوع معين من التغذية اللي ممكن يحصل في المريض اللي بيتقيأ دم او اللي موجود فيه دم عنده في البراز. يعني ايه الحالات اللي ممكن الاقي المريض فيها بيتقيأ دم؟ ممكن الحالات دي تكون تبدأ بقرحة من المعدة او قرحة من نهاية الجزء الاسفل او الثلث الاسفل من المريء، او قرحة في الاثنى عشر، او حتى قرحة من الجزء الجراحي اللي بيتم فيه توصيل جزء من المعدة باللفائف في عمليات الجراحة الكبرى اللي بيتم فيها استئصال جزء او كل المعدة او الاثنى عشر، او الحالات اللي بيكون فيها هناك ورم سرطاني سواء كان حميد او ورم سرطاني خبيث في المعدة او في نهاية الجزء الاسفل من المريء. الحقيقة دي كلها حالات مجتمعة ممكن تؤدي إلى أن الشخص يقوم بقيء الدم. الحقيقة ما ننساش أشهر سبب موجود عندنا ممكن نشوفه في عادتنا اللي هو دوالي المريء. الحقيقة دي مجموعة من الأسباب اللي بتؤدي أساسا أن الشخص يتقيأ يرجع دم. لكن إيه الحالات اللي تخلي الدم ينزل بالبراز؟ ممكن تكون كل الأسباب اللي أنا قلتها، بس في الحالة دي الدم اللي هينزل في البراز هيكون لونه أسود. لكن ممكن في حالات تانية بيكون الدم لونه أحمر ابتداء من القولون الصاعد أو المستعرض أو النازل أو المستقيم. هذه المناطق إذا كان فيها أي نوع من التقرح، القولون التقرحي أو أي أو نوع من الأورام الحميدة أو الخبيثة أو حتى البواسير أو الشرج الناصوري، دي كلها تخلي الدم اللي ينزل دم لونه أحمر وليس أسود. أيا تكون الحالات اللي أنا بتكلم فيها، سواء الشخص رجع دم أحمر أو سواء الشخص تبرز دم أسود أو دم أحمر، فكل هذه الحالات احنا بنناقشها دلوقتي وبنشوف ايه هو الأسلوب الغذائي الأمثل، وما بننكرش ان الأسلوب الغذائي مع الأسلوب الجراحي أو التدخل بتاع الطبيب هو الحل الأمثل لعلاج هذه الحالات، لأن هذه الحالات تعتبر من الحالات الحرجة بالنسبة لصحة المريض. الحقيقة معروف جدا أن احنا لما بنتكلم على هذه الحالات بنقول أن هناك مجموعة من الأطعمة الممنوع تناولها، منها شوربة اللحمة والدجاج، سلطة الخضروات، الخضروات المطهية قطع كبيرة، السلطات والتوابل بكافة أنواعها، المخللات، الحلوى، وأيضا الأطعمة المقلية والمحمرة. لكن هناك مجموعة أخرى من الأطعمة المصرح بتناولها، منها الخبز والتوست والكورن فليكس، منها الأرز البطهي، العدس، اللحم والسمك والدجاج، البيض، شوربة الخضروات الخفيفة، الخضروات المطهية جيدا قطعا صغيرة، البطاطس، البطاطا، الدهون ايضا دهون طهو الدهون الموجوده في طهو الطعام، الزبده، السكريات، المربى، البسكويت، البندق، المكسرات، الشاي. اما بالنسبه لكميه الماء فاحنا بندي الشخص ده اي كميه من الماء يحب انه ياخدها. عزيزي المشاهد، تعال معايا دلوقتي ونشوف اذا كان الشخص ده حالته الصحيه تسمح لي انه يتناول غذاء نعمل له ايه. طبعا اذا كانت الحاله حاله جراحيه بحته فطبعا غير متناول ليه أي نوع من أنواع الأغذية، وبيكون ده تحت تصرف الطبيب، وبيكون ليه كافة التحاليل والعلاجات الأخرى الموجودة في حوارات العناية المركزة في المستشفيات وهكذا. نحن بنتكلم على حالة ابتدت تشفى
وتعدي المرحلة الحرجة، وابتدى الشخص يبقى قريب منك في البيت، موجود جنبك، انت بتشرف على علاجه او انت بتشرف على غذائه. الحقيقة بنقول ان احنا صحيح بنديله غذاء، لكن زي ما انت هتشوف عزيزي المشاهد ان احنا هنديله 9 وجبات. الحقيقة عند الاستيقاظ بتدي لهذا الشخص كوب من اللبن، والساعة 10 الصبح بنديله 2 بيضتين نص مسلوقتين مع خبز او توست. ده يوم بالتبادل، اليوم الثاني بيكون معلقة كبيرة من القشطة او الزبد مع خبز او توست. الساعة 2 بعد الظهر بديله يا اما 3/4 كوب من الكاسترد، بالتبادل اليوم الثاني اديله مهلبية. الساعة 4 بعد الظهر بديله كوب لبن مع بسكويت. الساعة 6 مساء بديله كوب كاسترد، خبز بالزبد، وده بيكون بالتبادل مع لبن متخمر اللي هو اللبن الرايب. قبل النوم انا بديله كوب من اللبن. تعال معايا عزيزي المشاهد نشوف اليوم الاول افطار الشخص ده بيكون 3/4 كوب عصير برتقال. الغداء بتاعه 12 الظهر بيكون لحم مفروم مع ثمر التفاح. العشاء الساعة 8 مساء بيكون دجاج مفروم مع كوب جيلي. اليوم الثاني الافطار بيكون 3/4 كوب من العصيدة باللبن والسكر. والغداء بتاعه بطاطس مسلوقة الساعة 12 الظهر وثمرة موز. الساعة 8 مساء كوب لبن متخمر رايب مع خبز او توست بالزبدة. اليوم الثالث عزيزي المشاهد الافطار بيكون 3/4 كوب من عصير البرتقال. الساعة 12 الظهر بديله جبنة قريش موزة كبيرة. الساعة 8 مساء بديله بطاطس مشوية وكوب جيلي. اليوم الرابع بديله في الافطار 3/4 كوب من العصيدة باللبن والسكر. الساعة 12 ظهرا بديله خبز او توست مع الجبن قريش. الساعة 8 مساء بديله دجاج مفروم مع كوب جيلي. اليوم الخامس عزيزي المشاهد الافطار بيكون 3/4 كوب من عصير البرتقال. الساعة 12 ظهرا بديله لحم مفروم او تفاحة. الساعة 8 مساء بديله كوب لبن رايب، خبز او توست مع الزبد. اليوم السادس عزيزي المشاهد الافطار 3/4 كوب من العصيدة باللبن والسكر. الساعة 12 بديله بطاطس مهروسة وخبز او توست مع موزة. الساعة 8 مساء بديله بطاطس مسلوقة وخبز او توست بالزبدة. اليوم السابع والاخير عزيزي المشاهد الافطار بتاعي كالعادة 3/4 كوب عصير برتقال. والغداء الساعة 12 ظهرا بديله بطاطس مسلوقة مع جبن قريش وتفاحة. اما العشاء فبيكون دجاج مفروم مع كوب من الجلي. عزيزي المشاهد بعد ما استعرضت معاك كل هذه الوجبات لهذا المريض ذو الحالة الحرجة، بقول لك دلوقتي تعال معانا عشان تشوف الوجبة الغذائية اللي احنا هنقدمها لك في المرض ده. اللحمة اللي بنعملها النهاردة مفرومة، لانهم بياكلوا الاكل كله مفروم او مسلوق او بيوريه، لانه المفروض يكون سهل الهضم، فاحنا عايزين اكلات سهلة الهضم. فطبق النهاردة من البطاطس المشوي، المحشي لحمة ناضجة وخضار عشان يبقى سهل الهضم. لحمة مفرومة مستوية، البطاطس مشوية، الحقيقة كله سهل الهضم. هنا هنلاقي لحمة مفرومة مسلوقة وبعدين مفرومة، بطاطس مشوية في الفرن بالشكل ده، بصل، خضار مبشور، طبعا التوابل الخفيفة المسموح بيها. هنا الأكل لازم يكون خفيف جدا وما فيهوش أي نوع من أنواع الدسم أو الأكل التقيل، وعشان كده أنا بسلق اللحمة أولا وبعدين أفرمها عشان تبقى لحمة خفيفة جدا خالية من الدهون، لأن عملية السلق بينزل فيها كل الدهون اللي في اللحمة. حسب الجداول الحقيقة لقينا أنه لازم كله يكون سوتيه ومفروم ومشوي، فاخترنا الطبق السهل اللطيف ده، طبق جديد عشان كل واحد يبقى عنده مجموعة أطباق جديدة سهلة سريعة التنفيذ حسب الجداول. فالبطاطس مشوية بنلفها، بنغسلها كويس قوي ونلفها في ورق الفويل ونشويها، بتبقى بالشكل ده. بعد ما بنشويها اللي بيحصل ان احنا لازم نفتحها ونقورها، بنيجي نعمل كده في البطاطس، كده كده
بتمشي في البطاطسية كده، بتشيلي الورقة وتبتدي تقوري البطاطس بالشكل ده، تطلع كده تقوري طبعا التقوير اللي انت عايزاه. بعد كده بتعملي الحشو بتاعك وتملي مكان البطاطس حشو. هي البطاطسية طبعا بيبقى لسه فيها. وبعدين لاحظوا ان البطاطسية استوت كده، ومع ذلك هدخلها الفرن مرة تانية فهتبقى مستوية كويس قوي، وبطاطسية مغذية جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع الدهون ولا الزيوت، فطبعا بتبقى صحية جدا. البطاطس المشوية من اصح انواع البطاطس، لان حتى سلق البطاطس بيفقدها 25% من القيمة الغذائية بتاعتها. اذا لما شويناها احتفظت بكل شيء. وبعدين الملاحظ ان انا شويها بقشرها مش مقشرها، وملفوفة في ورق الفويل، يعني ما تحطتش في المية خالص واتحطت في الفرن بالشكل ده. فطبعا بطاطس محتفظة بكل المواد القيمة الغذائية بتاعتها، زائد انها ما فيش اضافة مية اللي بتفقد الخضار كتير من القيمة الغذائية بتاعته. كده دي البطاطساية. هعمل كل البطاطس اللي عندي بالشكل ده. دلوقتي انا هحضر الحشوة بتاعت البطاطس. انا قلت بعمل لها بصل مبشور، نعمل حشو زي حشو المحشي بس من غير رز. بنحط شوية بقدونس او شبت مفرومين، بنحط هنا اللحمة المسلوقة المفرومة عشان تبقى خفيفة كده كده. اقلب الخلطة دي كويس قوي. وبعدين هنا ممكن تضيفي بيضانية الخلطة لو انت عايزة، وممكن تضيفي المستردة، وممكن تضيفي الكاتشب. وهنضيف هنا الملح، برضو قلنا الملح قليل قوي. التوابل اللي احنا بنحبها اللي ما هياش ممنوعة بحسب الجداول كده. نقلب الخلطة دي ونبتدي نحشي ونرص في طبق فرن كده. انا بحشي كده ممكن اخليها فراخ، ممكن اخليها جمبري، ممكن تحشيها زي ما انت عايزة او بالحاجة اللي موجودة عندك. دلوقتي انا خلصت الحشو بقى بالشكل ده، ممكن ارشه زيت او زبدة وادخله الفرن عشان يستوي ويديني شكل جميل. انا مدخلها عشان يتحمر مش عشان يستوي كده. بحط له شوية زيت كده كده، ان الحشو ده معمول من غير اي سمنه ولا زيت كده بس، وادخله الفرن. انا مش مدخلاه عشان يستوي، ده انا مدخلاه عشان يتحمر بس بالشكل ده اهو. هدخله وده طبق التقديم بتاعي. بعد كده الجرنيتير حطه في الفرن حوالي 10 دقايق. دلوقتي البطاطس قعدت في الفرن 10 دقايق بقت بالشكل ده. هبتدي احط لها الجرنيتير بتاعها كده عشان تدينا شكل ظريف. نعمل لها طبعا برضو الجزر الني ده قيمة غذائية عالية جدا لانه مدخلش النار، فطبعا بنبقى بنحط نزود قيمة غذائية للأكل كده. كل حاجة بنحطها لابد انها تكون من الجداول، ناخد بالنا من الجداول عشان النتائج تبقى كويسة. نحط وحدات الخيار لانه محتاج طبق سلطة، فكده بنحط طبق السلطة معانا، بيبقى كده وجبة كاملة. حطينا الخيار والجزر مع البطاطس واللحمة كلها مكونات طبق كامل في كل ما يحتاجه الجسم
حسب الجداول الموجودة. ودلوقتي انا هعمل الطبق الثاني، الحقيقه طبق خفيف قوي من البسكويت واللبن والكورن فلاور والكراميل. طبق خفيف قوي وسهل وممكن نعمله بسرعه جدا وما بيحتاجش فرن وما بيحتاجش تسويه. مقاديره عباره عن بسكويت بالشكل ده، اي نوع من البسكويت الساده اللي ما عليهوش اي حاجه، بسكويت ما فيش عليه شوكولاته، ما فيش فيه حشو، ما فيش حاجه، بسكويتات كده اي نوع. تاخدي حوالي نص كيلو. وبعدين كراميل بالشكل ده بيتعمل ازاي؟ بناخد كوباية سكر، نحط عليها ربع كوباية مية، نحط عليها نص ليمونة، نحمرها على النار تغلي لغاية ما تحمر، بعدين بنحط لها فنجان قهوة مية يغلي غلوة واحدة، يبقى صوص بالشكل ده. هوريكي الصوص شكله ايه كده. الصوص اهو. بعد كده في كوبايتين لبن، في بناخد الكورن فلاور على حسب ما احنا عايزين، في نص كوباية مية. تاني مكونات الطبق، بسكويت اي نوع سادة ما فيهوش حشو ما فيهوش شوكولا، كراميل معمول من كوباية سكر وربع كوباية مية ونص ليمونة، لما يتحمر نحط له فنجان قهوة مية يغلي غلوة واحدة يبقى بالشكل ده. بعد كده في 2 كوباية لبن، في كورن فلاور، في نص كوباية مية عشان الكورن فلاور ما يتحطش غير لما ندوبه في المية. هنجيب الحلة بتاعتنا ونعمل المهلبية اللي هنغطي بيها الطبق كده كده. يغلي اللبن على النار عشان ندوب الكورن فلاور ونحطه عليه. ودلوقتي انا سبت اللبن يغلي على النار، هحضر الكورن فلاور. هما كوبايتين لبن، بناخد لهم 3 معالق كورن فلاور عشان تبقى مهلبيه تقيله مش مهلبيه خفيفه كده. قلبت الكورن فلاور في الميه، دوبته، هروح احطه في اللبن المغلي عشان يبقى مهلبيه. دلوقتي انا عملت المهلبيه وبقيت بالسمك ده اهي، المهلبيه كده حطت لها السكر زي ما انا بحط، حسب كل واحد حسب ما بيحلي. والكورن فلاور المدوب في الميه، بعد ما يغلي اللبن اسويها شويه على النار لغايه ما تبقى سمكها كده. ابتدي اعمل الطبق، برص البسكويت كده في الطبق بتاعي عشان يديني طبقه من البسكويت تكسيه الطبق كله كده. دلوقتي انا رصيت الطبق بالشكل ده، غطيت الطبق خالص، ابتدي احط له الكراميل، صوص الكراميل، ارش عليه صوص الكراميل بالشكل ده. بسكويت هيتشرب صوص الكراميل، هيبقى طعمه ظريف قوي، وبيبقى طبعا كانك بتحطي سكر، عشان كده المفروض انك انت تقللي السكر قوي في الكورن فلاور اللي عملتيه، لان هنا في سكر بنحطه فبيعمل تحليه للطبق. والبسكويت طبعا فيه السكر بتاعه، فهنا مش محتاجين سكر قوي كده. انا عملت الطبق كله، غطيته بالكراميل، ابتدي اغطيه بالمهلبيه زي ما عملت كراميل، احط مهلبيه كده. طبقة تغطي البسكويت، طبقة مهلبية سخنة. طبعا دي بتطري البسكويت شوية وبتديله طعم جميل الحقيقة، وده ما بياخدش لا فرن ولا حاجة، ده كل الحكاية انه بيقعد نص ساعة في التلاجة يبرد وبعدين تقدميه. فطبق ممكن حتى تعمليه وضيوفك موجودين لو انت عايزة تقدميه لحد بسرعة، من اسرع اطباق الحلو اللي تلاقيها عندك في البيت، وسهل عمايلها وسهل تقديمها وشكلها جميل وطعمها حلو وقيمتها الغذائية عالية، لأنه فيها حاجات كتير، فيها لبن، فيها سكر، فيها بسكويت، فيها كراميل، حقيقي طبق جميل قوي. هنعمل طبقة تانية زي نفس الطبقة اللي عملناها، تتكرر العملية طبقات عشان تدينا نتيجة كويسة كده. بنفس الطريقة بنكرر العملية اللي عملناها.
ودلوقتي البسكويت بقى بالشكل ده بعد ما عملته بالكراميل، ده الطبقة الثانية، ممكن الثالثة ممكن الرابعة، كل واحد حسب ما بيحب، لكن هو لغاية أربع طبقات مش ممكن يكون أكتر من كده. هنا بصب المهلبية كده عشان تديني شكل حلو للطبق. هنبتدي بعد ما غطيناه بالكراميل هنبتدي نغطيه مهلبية خالص عشان يبقى بالشكل ده. كده اتغطى وجمدت المهلبية وبردت، وهبتدي اعمل لها جارنتير بالكراميل او بالكريكون او بالمكسرات. دلوقتي انا هزوقه بالكراميل، انا قلت بالكراميل بالكريكون زي ما انت بتحبي تزوقي الطبق، لانه هو ده بمنتهى السهولة بنحط الوان بس عليه عشان تدينا شكل جميل. ممكن مكسرات، ممكن كراميل، ممكن كروكون، هيبقى حلو قوي الحقيقة. وكده ده الطبق الثاني حسب جداول الدكتور. عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا وزي ما احنا دايما بنقول ان دايما غذاؤك دواؤك. عزيزي المشاهد شكرا والى اللقاء. عزيزي المشاهد، لكل داء دواء ولا لكل داء غذاء؟ معروف ان اي شخص لما بيعيا بيدور على طول على الدكتور علشان يكتب له دواء، لكن احنا في برنامجنا الجديد ده هنثبت لك انك انت لما تعيا ممكن تلاقي ان دواك في غذائك وان غذائك هو دواءك. علشان كده تعال معانا نقلب صفحات البرنامج. I'm going to go to the next one.